أنا دخلت عبد اللطيف جميل وأنا من بداية حياتي عمري 17 سنة. دخلت عملت في عبد اللطيف جميل من بداية حياتي، وكونت أسرتي من عملي في عبد اللطيف جميل. فربنا أعطاني 7 أولاد، كلهم الحمد لله علمتهم لما خلصوا جامعات، وكان السند الوحيد إلي اللي هو عبد اللطيف جميل. ساندني في كل مراحل حياتي، من التعليم، من كل شيء احتجته. وقف جنبي في السراء والضراء زي ما بحكوا. ما كان يخليني أشعر أني أنا وحيد، كان يكون دائما بجانبي. ومهما أشكر عبد اللطيف جميل ما بوفي حقه، لأنه هو يعني شيء أكبر مني أنا أتكلم أو أشكره بلساني، أكبر كثير الحمد لله من هذا الكلام. والله أتمنى كل السعادة اللي في الدنيا لعبد اللطيف جميل، وهذا من رضا الله علينا إن كنا في ظل عبد اللطيف جميل وسعداء في ظله.